طب هنروح لموضوع تاني، وهو موضوع مهم جدا عن خليني اقول المنتجات التراثيه واليدويه. وفي اقبال كبير قوي بيشهده معرض باب رزق للمنتجات التراثيه واليدويه، وهو بيقام حاليا في الممشى السياحي في مدينه الغردقه. والمعرض بيستهدف تشجيع العارضين على زياده معدل الانتاج وتوفير فرص عمل جديده، كمان بيقدم الدعم اللازم لمشاركتهم في المعارض الكبيره على مستوى الجمهوريه كلها. خلينا نتعرف على تفاصيل معرض باب رزق. الدكتوره مروه حمدي مقرر المجلس القومي للمراه في محافظه البحر الاحمر معنا على التليفون. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بيك يا فندم، واهلا بكل مشاهدي برنامج صباح الخير يا مصر كلها. اهلا بحضرتك. ايه اللي بيحصل في معرض باب رزق؟ ازاي بنشجع الصناعه الخاصه بالمشغولات اليدويه؟ ازاي بنستفيد من الثقافه الموجوده في البحر الاحمر وبننقلها في شكل منتجات للمواطن وللسائح العربي والاجنبي؟ هو الصراحه هي كانت المبادره كانت بدايه من عندنا من مجلس التقارب للمراه فرع البحر الاحمر، ضمن مبادره بدايه لبناء الانسان، وكان دي من ضمن الخطه بتاعتنا، وده اول مشروع عندنا في الخطه. بالتعاون مع الغرفه التجاريه اتفقنا ان احنا عايزين نقدم حاجه للسيدات محافظه البحر الاحمر اللي عندهم مشغولات يدويه وحابين يسوقوا لها وازاي يعملوا لها التسويق الكامل. اتفقنا وعرضنا المشروع على معالي اللواء محافظ البحر الاحمر السيد اللواء عمرو حنفي، ولقينا ترحيب كبير منه، وانضم لينا وحده ايادي مصر محافظه البحر الاحمر مع وحده ايادي مصر كمان محافظه الفيوم. وصراحه بقت المنتجات احنا عندنا المعرض بيضم 10 بايكات، كل بايكه فيها حوالي ما يقرب من 10 عارضات، يعني بنقدم حوالي 100 عارضه من محافظه البحر الاحمر ومحافظه الفيوم. عندنا جميع المنتجات بقى اليدويه الموجوده، كل المشغولات عندنا، شغل المكرميه، شغل الكروشيه، عندنا شغل الخزف، الخوص، عندنا السجاد اليدوي متميزه بيه محافظه الفيوم صراحه، عندنا في برضو شغل السيناوي اللي هو عندنا زي موجود مرسى علم عندهم برضو الجزء دون، عندنا برضو عارضات فيهم الطابع اللي هو الحرق على الخشب وشغل الريزن كمان. لا صراحه عندنا مجموعه متنوعه من المعروضات. طيب دكتوره مروه، بتختاروا العارضات على اساس ايه؟ وبتختاروا مكان العرض على اساس ايه؟ يعني انتوا المعرض على الممشى السياحي، كلمينا عن معايير واليه اختيار مكان العرض، وكمان العارضات، يعني العارضات اللي بتقدم عشان تعرض معاكم بتختاروهم معايير اختيارهم ايه؟ هو اقدر اقول لحضرتك ان طبعا الممشى السياحي تم اختياره على اساس ان هو يكون نقطه طبعا ممشى لكل السياح من جميع طبعا الدول، لوكيشن يعني زي ما بيسموه، يعني السياحه الداخليه. احنا امام البلاندا مول، ودي اكثر نقطه فيها تجمع سياحي في المكان. تمام. فيما يخص العارضات، احنا طبعا في جزء من العارضات بقى لهم شغل معانا في جميع العروض اللي قبل كده، بس احنا قلنا هنعمل شفافيه تامه. احنا عملنا جوجل فورم وطلبنا من كل عارضه ان هي تبعت صور لمنتجاتها، والعارضات اللي شغلهم تميز وشفنا ان شغل متميز بدانا نشوفه على الطبيعه، وفرزنا كل العارضات، والحمد لله لقينا احسن العارضات واحسن الشغل الموجود في المحافظه. هذا بالاضافه ان احنا برضو بديهم فرصه زي ويتنج ليست، ان لو في حد ربنا اكرمه كده وخلص كل المنتجات بتاعته هيجي يشترك معانا في باقي ايام المعرض. احنا المعرض الحمد لله مكمل من فتره من 23 ل 27، وان شاء الله احنا مقدمين طلب لمعالي اللواء محافظ البحر الاحمر ان احنا نمد شويه كمان، وان شاء الله في انتظار الموافقه ان شاء الله. طيب لو اتكلمنا على ابرز المنتجات، يعني حضرتك يعني اتكلمت بشكل عام، لكن انا عايز اخد يعني شخصيه البحر الاحمر فيما يتعلق بالمنتجات التراثيه اللي موجوده على الموائد الخاصه بالمعرض. كلمينا ازاي ظهر ده في المنتجات التراثيه؟ عندنا من اكثر المنتجات اللي كانت مميزه وكانت بصمه لمحافظه البحر الاحمر عندنا اللي هو شغل الخوص او النخيل مع شغل الجلد جلود الحيوانات بتاع مرسى علم، يعني مدينه مرسى علم تحديدا عندنا جمعيه ابو سلامه مشاركه بعدد كبير من العارضات، عندنا برضو شغل الريزن، عندنا من ضمن العارضين يعني عارضين عاملين شغل بشغل الريزن حاجه تخص البحر الاحمر، بمعنى ان هي المنتجات ليها علاقه بالبحر، يعني ساعات او مرايات، فيها شغل الصدف، فيها شغل الودع الجزء ده، في عندنا شغل السليم، شغل السجاد، في برضو بعض المنتجات الجلود الطبيعيه الخاصه بالحيوانات،
بناخد جلد الماعز وبنشتغل بيه، ودي حاجه خاصه بمحافظه البحر الاحمر تحديدا. شكرا ليكي دكتوره مروه حمدي مقرر المجلس القومي للمراه بالبحر الاحمر، بشكرك يا فندم.